كلمته عن سجن الكوت الجديد، صحيح. يعني جيد، هاي خطوة، يعني خطوة أنا أشوفها ممتازة جدا، لكن الأوضاع داخل السجون خلي بالك بأنه أوضاع مزرية، الكثير من الأمور تنقل، أنه يعني شوف هسه اللي دا يشوفه على شاشتكم الآن، يعني إن شاء الله نصل إلى، تفضل، يعني هذه اللي دا أشوف هسه بالسجن اللي قلت لك حل وشد، هو هذا اللي قصدته، يعني اكتظاظ مو طبيعي بالسجون، وخاصة احنا نتكلم عن موضوع المخدرات، موضوع هسه والله الارهاب تقريبا، يعني دا عازيهم بالناصرية مثلا او في بعض السجون في بغداد، لكن انت عندك المشكلة الاكبر هي مشكلة المخدرات، يعني هذه المشكلة الكارثية، والنوب المشكلة الاخرى انه ليكون هذه التجارة دا تكون يعني مستمرة في السجون، هي هذه الكارثة، نسمع قصص كثيرة عن هذا الموضوع، يحتاج بأنه الكادر اللي موجود بالسجن أن يبتعد عن كل تعاطف أو تعاطف يمس بالقانون، عن كل ما يسمح به بخرق القوانين داخل هذه السجون، سجين احنا نريد يطلع من عنده سجين إنسان آخر للمجتمع، بس مو يطلع عضو في عصابة، هي نعم. هاي المشكلة، ما يطلع لنا عضو في عصابة أخطر مما دخل إلى السجن.